السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم الدراري على القناه ديالكم قناتكم قناه دبي بوجي تي في. المهم العاشره اليوم جبتكم بزاف ديال الافكار، عطيتكم بزاف ديال الافكار على كيفاش يمكنك تحصل على عديد من الاشياء في لعبه فري فاير بالمجان فابور غراتويت، وهي غير فكره كيفاش يمكنك تحصل على عديد من الاشياء في لعبه فري فاير. لكنتي الحلم ديالك هو توصل مثلا يكون عندك جواهر، ولا يكون عندك قناع، ولا يكون عندك شي حاجه في فري فاير اللي عاجبك، ولا رقصات، ولا اي شيء في فري فاير. المهم العاشره ان نعطيكم بزاف ديال الافكار، انا نعطيكم افكار في هذا الفيديو. المهم هذا الفيديو هذا مفيد في الكلام، تبع معايا العاشره هذا الفيديو. المهم فكره، المهم ما تعرفش انت من هذا القاد الفكره اللي تجيب بها جواهر. المهم جواهر ساهل تجيبهم وفي نفس الوقت صعيب تجيبهم. المهم هي على فكره. المهم العاشره الناس اللي مازال ما اشتركتش معنا في القناه ما ينساوش يشتركوا معنا في القناه ويفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلوا بكل ما هو جديد قناه دبي بوبجي تي في. وخوتي خواتاتي مكرهتكمش تدعموني بلايك كومونتيرات لهذا الفيديو، وخوتي خواتاتي فرحونا باشتراكات ديالكم الدعم ليكم باش وصلوا ل 50000 مشترك. بارطاجيو لنا القناه باش وصلوا اقرب ل 50000 مشترك. فرحونا العشره، الله فرحونا، الله يفرحكم اخوتي اخواتاتي. ويبقى العشره كما قلنا الافكار العشره، كاين بزاف ديال الافكار في هذا الفيديو على نعطيكم ان شاء الله في المقدمه هذه ما يكون فيها والو. المهم خليك مع الفيديو، تبع معايا الفيديو مزيان باش تستفاد من هذه الافكار، باش تستافدوا من هذه الافكار العشره. المهم العشره الله يتحمس نوصل ل 50000، ما كرهتكمش تدعموني في هذا الفيديو ونصروا. المهم العشره خليكم مع المقطع، بيس عليكم وراكم تما العشره. المهم اخوتي كما قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو، المهم المقدمه ديال الفيديو قلت لكم بلي انا نعطيكم بزاف ديال الافكار، خليكم مع المقطع باش تكتشفوا هذه الافكار وكيفاش هذه الافكار اللي يعطيكم جواهر في لعبه فري فاير، وكيفاش تحصلوا على ديك السياره العجيبه في لعبه فري فاير بصفر جوهره. المهم يا اساطير ماشي بصفر جوهره، وانما خاصكم ضروري شويه تعب، ماشي شي تعب. المهم على انت عندك لعبه فري فاير في الهاتف ديالك وعندك انترنت متواجد في الهاتف ديالك، المهم عندك واحد شي افكار اللي يمكنكم الحصول على كيفاش يمكن لك تشحن في لعبه فري فاير، ماشي بصفر جوهره، وانما كيفاش تشحن في لعبه فري فاير وتحصل على بعض الاشياء، مثلا تحصل على سكين، ولا تحصل على قناع، ولا تحصل على بزاف ديال الاشياء في لعبه فري فاير، اي حاجه اللي كتمناها في لعبه فري فاير المهم يمكن لك تحصل عليها، ولا انت والتعب ديك. المهم اخو العشره كما كتشاهدوا هذه السياره هذه العجيبه، السياره رائعه جدا ولكل الاسف تواجدتي عندنا. المهم ما علينا، المهم العشره هذه السياره العجيبه كتسوى تقريبا 1000، نقول 1000 جوهره والسلام، نقول 1000 جوهره. 1000 جوهره شحال كتجيب مثلا هنا بالمغرب؟ المهم خصك 100 درهم بالعربيه باش تشري هذه السياره في لعبه فري فاير، خصك 100 درهم المهم باش تشحن 1000 جوهره. ولا كنتي لو كنتي مستفد من ديك الزياده اللي كيعطيوك في الشهر خصك 100 درهم، ولا كنتي شي ما مستفدتش مثلا ما مستفدتش ديك الزياده وديك الباقي اول مره عاد تشحن، يمكن لك تشحن غير 5 دولار هي 50 درهم ويعطيوك ديك الزياده ديال الجواهر ويمكن لك تحصل على هذه السياره. وكاين بعض الاشخاص حصلوا على هذه السياره العجيبه وحصلوا على هذا الشيء في فري فاير غير بالشحن ب 600 جوهره. المهم شحنوا 600 جوهره وبقات عندهم 600 جوهره وحصلوا على هذه السياره بشحال هذه. دابا عاود رجعت لعبه فري فاير وقلنا راه نديروا شي موضوع على هذه السياره العجيبه، وكما عرفوا ما قلت لكم خوكم كاع ما عنده. المهم العشره بلا ما نبردوا هذا الفيديو. المهم الفكره الافكار اخوتي هنا فيه يبداو الافكار. الافكار اول فكره خصك يكون ذلك، المهم خصكم بالكم هي خصكم يكون عندكم جوجل بلاي امريكيه. المهم جوجل بلاي امريكيه الا بغيتي تحصل على شي حاجه. المهم الا كان عندك جيميل امريكي وجوجل بلاي امريكيه راه يمكن لك تحصل على واخا غير دولار، وما يرسلوا لك ملي غيكون عندهم شي عرض في جوجل بلاي راه يرسلوا لك دولار ديال، وكتحول معك جوجل بلاي الى مثلا كتحول كيرجع فيها باي بال، كيرجع فيها كارت مثلا كارت ديال جوجل بلاي، كيرجع فيها تقدر كريدي مثلا تقدر تدفع. حنا هنا في حاليا في الدول العربيه كيكونوا غير الفيزات، مثلا عندك شي فيزا، عندك شي كارطة، المهم شي حاجه ديال الباك مرحبا، ما كاينش عندهم شي داكشي التخربيق ديال باي بال ولا داكشي كارت جوجل بلاي، ما عندهم شي مع داكشي. المهم اخوتي ولا بالعجيب كما شاهدتوا كلك تسلف غرات كريدي، المهم كريدي من عندهم، وانما لا كنتي بات كريدي خصك تكون بالك خصك ترجع، ماشي عاد كريدي وصافي. المهم خصك ضروري ترجع داكشي اللي خديت من عند جوجل بلاي، راه واحد الوقت عيطلبوك واخا مثلا انت تقول انا لا عن كريدي غير 5 دولار ولا ما. وما نعرف انا ما عمري جربت ديك الطريقه وما كنصحكمش العشره تجربوا ديك الطريقه وتشحنوا في فري فاير بهذه الطريقه هذه. المهم نعطيكم فكره، المهم
خدموا على التطبيقات اللي كيدفعوا باي بال، خدموا على التطبيقات اللي كيخدموا في كيدفعوا مثلا في جوجل بلاي. المهم خدموا على شي تطبيق اللي كتشوفوه نتوما مزيان وبيدفع وشوفوا المصداقية. المهم التطبيق، انا واحد التطبيق مونيو كودي سبق اللي شرحت لكم، تطبيق صادق 100%. الا بغيتوا تخدموا عليه هذاك راه التطبيق راه 100%. لو حصلتي على لا قال لك راه عندك بطاقة جوجل بلاي، لا طلبت المطالب عاد يومين عاد وصل لك بطاقة جوجل بلاي بقيمة 5 دولار وشحال في لعبة فري فاير، وانت في اللعب العجيب. المهم والتطبيقات ديال باي بال كيكونوا اغلبهم كيكونوا كيدفعوا. المهم باي بال اغلب التطبيقات على ما اظن كيدفعوا. المهم على السلامه، طلعوا لي في راسكم، ما تنساوش بارطاجيو لايك كومونتير، والسلام عليكم وتحياتي للناس كاع الناس.